بذل الابتلاء وما يبذله المجاهدون اليوم يلقنونه من دروس ويسخرون به العدو. هب حصلت الهدنة، هل سترجع الحياة بسهولة لغزة؟ طبعا الآن الحديث عن هدن مرفوض. الآن الجمعية العامة بالأمس كان هناك قرار بوقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار بشكل نهائي، وليس هدنة مؤقتة لأيام معدودة ثم يعود إطلاق النار، لأنه الوضع الإنساني لا يحتمل أكثر من ذلك بكثير. سابقا كان هناك أحيانا في مراكز إيواء معروفة، في أماكن يمكن للنساء للأطفال للرجال للمدنيين الذهاب إليها كمراكز إيواء تستمر في الحياة يعني. نعم تستمر فيها، لكن هذه الحرب يعني والتي يعني هي عبارة عن إبادة حقيقة، لم يكن هناك أي مركز إيواء آمن حتى في كافة أماكن قطاع غزة في الشمال أو في الجنوب. العشرات من مراكز الإيواء قصفت وبداخلها الناس، واستشهد العشرات من هؤلاء الناس اللي خرجوا من بيوتهم ظنا منهم أن يجدوا مكانا يعني آمنا يعني من القصف الطائرات الإسرائيلية. الآن حقيقة يعني حتى لو قلنا في هناك يعني سيتم وقف إطلاق النار، وقف الجريمة مش وقف إطلاق النار، وقف الإبادة، وقف جريمة الإبادة، نعم وقف الإبادة، وقف نعم جريمة الإبادة. الآن العودة إلى الحياة ليس سهلا، لأن هناك العشرات من المدارس دمرت، هناك كافة المؤسسات دمرت، كافة المئات من المنازل دمرت، فكيف الناس تعود إلى الحياة ولا يوجد لديها مأوى ولا منزل ولا سكن؟ البنية التحتية، الشوارع، الطرقات، أرقى المناطق في غزة تمام تم تدميرها بشكل يعني لم يسبق له التاريخ بهذا الشكل. شبكات المياه، شبكات مياه، كهرباء، هواتف وغير ذلك لم يسبق للتاريخ الحديث ولا القديم أن شهد دمار بهذا الحجم وتدمير بهذا يعني الحجم. فالحياة ستكون يعني من الصعوبة بمكان، ولكن رغم كل شيء أنا على قناعة بأن الناس ستبقى يعني صامدة في أرض غزة تمام، تضحي بكل شيء ما تملكه تمام، ولا تخرج من مدينة غزة. أنت عشت هذا الشعور عن قرب؟ نعم نعم نعم، هناك يعني الناس تتشبث بالأرض، تتشبث بالوطن تمام، وترفض الخروج إلى أفضل دول العالم تمام، وإنما هي تريد البقاء. وحتى من خرج من غزة يتمنى العودة إلى غزة اليوم قبل غدا، لأنه يعني غزة تعيش في قلوبنا، نحن خرجنا بأجسادنا، قلوبنا في غزة، أهلنا في غزة، أقاربنا في غزة، كلهم في غزة موجودين حقيقة يعني، حتى ونحن خارج يعني الآن قطاع غزة، لكننا نعيش الهم يعني ساعة بساعة. دائما يعني نحاول أن نفتقدهم وأن نسأل عن أحوالهم، يعني لأنه حقيقة يعني الحال في غزة في كل ساعة يعني قد يصلك يعني خبر سيء باستشهاد قريب أو استشهاد صديق وغير ذلك. يعني في هذه المناسبة يعني لي العديد من أعز الأصدقاء على قلبي استشهدوا وهم في داخل منازلهم، زملاء قضاء قصفت بيوتهم، إطارات علمية قصفت بيوتهم، العشرات من الكوادر الطبية من الأكاديميين تم قصفهم وقتلهم يعني مع عائلاتهم. حينما نتحدث عن حوالي أكثر من 1500 عائلة، قتل الأب والأم والأبناء والأزواج وأبناء الأبناء وأبناء الأبناء قتل، لم يبقى شيء يعني شيء لا يتخيل الإنسان، لا يتخيل الإنسان. وليس لهم علاقة يعني لا بمقاومة ولا بشيء، وإنما هم ناس مدنيين، والاحتلال يعني قصفهم بشكل متعمد وهو يعرف تمام إنه هؤلاء يعني مدنيين ولا يشكلون أي خطر يعني عليهم. يعني كثير من البنايات اللي أنا رأيتها بأم عيني ليس بها يعني لا مقاومة ولا صواريخ ولا شيء تبرر هذا القصف، وإنما كان الهدف هو حقيقة تدمير وإيذاء المدنيين بشكل كبير جدا جدا. العدو يعتبر